السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر صديق. بس حابب أتكلم على تفاصيل الامتحان لمادة اللغة الإنجليزية من أول صف أول لين صف ثاني عشر، from grade 1 to grade 12. grade 1, 2, 3, 4 كل أشياء بسيطة، matching the sentence with the pictures, yes or no questions، هذه كلها اللي هي توصيل الجمل بالصور، و yes or no questions سؤال نعم أو لا. اوكي، لكن من اول صف خامس جريد 5 لين جريد 12 تكون الاشياء بسيطه ان شاء الله، يكون just one question، سؤال واحد. اوكي، this is will be reading question، يكون سؤال reading. the reading question will be or will consist of three parts، تكون ثلاث اجزاء، part 1 part 2 part 3. اوكي ان شاء الله. part 1 هيكون عباره عن match the headings with an appropriate paragraph، هتوصل العنوان بالباراجراف المناسب، فده لازم تقرأ كويس القطع وتقرأ الهيدنج كويس جدا وتوصل الهيدنجز للباراجراف المناسب، ده part 1. part 2 يكون عبارة عن multiple choice questions، choose the correct option، هتختار الاوبشن الصحيح. الاوبشنز هيكون A B C، يعني هتقرأ برضو التكست كويس جدا وهتختار ايه الإجابة، ايه او بي او سي، ممكن تكون في دي للصفوف العليا ان شاء الله. part 3 يكون read the sentence and decide whether true or false or need not given، يعني يكون reading text او comprehension للصفوف العليا اللي هي مثلا grade 9 11 12 general او advanced، وهيكون في عندك true. اوكي، if the information is true هتختار true، if the information is false تختار false، او not given هذه يعني ال writer ما ذكر المعلومات خالص في النص فهتختار not given. ده ان شاء الله يعني 90% او 95% تفاصيل الامتحان للغة الإنجليزية بكرة إن شاء الله. أرجو ده نهاية الفيديو، أرجو لو أنت مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس عشان تدعمنا بس الاستمرار، وإن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله، كان معكم أستاذ صديق، السلام عليكم.